في التحليلية. الاحتلال يمعن في العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، والشباك يحذر بن غفير. لماذا المخاوف الإسرائيلية من شهر رمضان؟ الدولار يتجاوز 80,000 في لبنان، وغضب المودعين ينفجر في وجه المصارف. هل تنزلق البلاد نحو المحظور؟ قمح أوكرانيا علف لخنازير إسبانيا، والجوع ينهش فقراء العالم. أي إفلاس أخلاقي وصل إليه الغرب؟ في وثيقة اليوم، استطلاع يظهر تراجع ثقة الأمريكيين في وسائل الإعلام. لماذا؟ في قضية اليوم، الشاعر التشيلي بابلو نيرودا مات مسموماً. أي أثر لاغتيال المثقفين في القرن الماضي؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.